بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي افتتح بحمده الكتاب والذي ينال بحمده الثواب، والصلاة والسلام على من نزل على قلبه القرآن وعلى آله وصحبه في كل وقت وآن. أما بعد، شركة عبد فون تقدم لكم هذه التلاوة المباركة لفضيلة القارئ الشيخ جمال الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله صدعا من خشية الله
يسبح له ما في السماء بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس Oh.
وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
وما وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر بسم الله الرحمن
علم خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما فبأي آلاء
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله فبأي آلاء ربكما
استمعنا وإياكم خاشعين لما تيسر من آيات الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ جمال الصعيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.